وانت كتقطن هنايا ست سنوات وست شهور وثلاث شهور وفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي يعني نشط على فيسبوك وعلى تويتر وعلى ايضا اليوتيوب. كيفاش هنا بغيت تصيفط الميساج للكراغله، كيفاش كتشوف المعيشه في المغرب؟ المعيشه في المغرب، استمع لما قلته انا في التيك توك، عندي فيديو جايب تقريبا 300,000 مشاهده، اقارن ما بين المملكه المغربيه الشريفه ما بين ما يقولونه الجزائر العظمى. تيك توك رزق المدني او اليوتيوب، اذا ما فيش وجه مقارنه. انا الان شايل التليفون دوت بقالي ساعات بلف به، امن واستقرار، اروح الاسواق كل الحمد لله، الدنيا الحمد لله الخير موجود، وبالتالي الحمد لله رب العالمين، يعني الاستقرار موجود وايضا التنميه الاقتصاديه. روحوا شوفوا القطار السريع يا راجل، انت بتركب القطار السريع تنسى انك في المغرب خالص. انا لي اصدقاء بياتوا الى المغرب والله اقسم بالله يقول لك مش ممكن تحسن من اوروبا دلوقتي، فالحمد لله رب العالمين البلد ماشيه وربنا يزيد يا رب كمان وكمان. في استقرار سياسي، ركزوا تحت الكلمتين دول، استقرار سياسي، دعك من الهرطله بتاعت الجيران، هرطله يقول لك ديمقراطيه مش عارف فين وتعلموها مننا، تعلم مين يا عم الحاج؟ انا امبارح مصور والله بلاكه كده، بلاكه لاحد المساجد فين؟ في العرايش 1934، هذه البلاكه اقدم من بعض الدول العربيه، اذا ما فيش 1962 بالظبط كده، اذا ما فيش مقارنه يا اخي الكريم، لا يجب ان نقارن المغرب بدول لسه اول امبارح او يعني بقى اسبوعين ثلاثه، لا احد يقارن. وكمان انتهت الفرصه واقول لحافظ دراجي سنظل يعني حافظ دراجي وكل الشباب الالكتروني اللي عايش هناك، ها نحن ان شاء الله تعالى نحب هذا البلد وسندافع عنه لانه بلد الامن والاستقرار وايضا اهله وشعبه يستحقون. رجع المقابله ديال اليوم ديال غد ان شاء الله، شنو توقع ديال مباراه الغد؟ ما خلينا في النهارده يا عم الحاج، نشوفوا بكره ان شاء الله كمان نشوفوا توقع ديال انا طبعا يعني الاهلي فريق قوي، وشكون الفريق اللي كتحبيت انه يفوز؟ انا بصراحه ما بحبش الاهلي، انت افهم بقى افهم اسماعيلي 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 يا عم، ما اقدرش اشجع الاهلي يذبحوني هناك. اذا النتيجه ديالك ديال المقابله ديال غد، غدا ان شاء الله الوداد يكسب بحول الله، عفوا الرجاء يكسب غدا المقابله. احنا عايزين كده نشوف المغرب احسن. وحنا صيفنا مغاربه كنقول لك مرحبا بك في بلادك الثانيه ورحنا خوتك. الله يحفظكم كذلك، شكرا جزيلا، وكل متابعي شوف تي في اشكركم والله، وان شاء الله تعالى نلقاكم ان شاء الله والدار بكم، وكل ان شاء الله متابعينا في كل المغرب الجميل بنرحب بكم، وان شاء الله تعالى نسعد النهارده بالليل بحول الله، وغير 3-0 يعني الشيء بتاعي على الشيء بتاعكم على حسابي انا شخصيا ان شاء الله. بارك الله. اذا متابعينا الكرام بقيت واحد انا عندي اذا مشاهدي قناه دقيقة اسمح لي عبر. مرحبا شوف تي في فحلا كيتواجدوا هنا في محيط مركب محمد الخامس، كان معكم صحفي مصري مقيم هنا في المغرب كيشاهد وكيتبع جميع المقابلات ديال الدوري الوطني وكذلك مقابلات ديال عصبة الابطال اللي كيكونوا فيها الفرق المغربيه مشاركه، فبالاخص فرق الرجاء وفرق الوداد البيضاوي، فعطى الشهاده ديالو بما يخص الحضور ديالو هنا في المغرب، كيف لقى المغرب وكيف وجد المغرب من خلال المغاربة المقيمين من خلال الاستقبال اللي كيحظى به هنا في المغرب مع الإخوة ديالو المغاربة. قال بأنه كذلك غير منتمي لفريق الأهلي المصري وكيتمنى أن الخسارة تكون لفريق المصري، وحنا كذلك نقولوا وكنتمناو بأن غدا يكون فوز لفريق الوداد لفريق الرجاء البيضاوي. فريق الوداد اليوم عنده مقابلة قوية ولكن بحضور جماهيري كبير وكبير جدا، اليوم حضور استثنائي، حضور كبير من اجل دفع اللاعبين من اجل الفوز بهذه المقابله والمرور لنصف نهائي عصبه الابطال الافريقيه. تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك. ديما وداد وني باغي شي قلعه